حسيت بالارض كتزعزع والشيخ دخل عندنا البارح ما نعسنا ما والو. دار شي ناس الدرجة يعني يتغاو الناس خافوا من الموت. حسيت بالارض كتزعزع وحسيت بحال شي زلزال والشيخ دخل عندنا البارح ما نعسنا ما والو حد الان باقيين فايقين. كل موند سورتي كل شيء خرج خوف خوف الناس خافوا من الموت. اعتقد ملي تشوف تسمع عند علماء ديال الفيزيولوجيا تشرحوا لك هذه الامور لا تيريسو يمكن الضربه سو نورمال كاين تروب دو ترومبلومون هذه الضربه اعتقد راه كيسمعوا دابا صيحات الجزيره قالوا المشكل انا في نظري نقدر ناخذ واحد النسبه علميه او نسبه روحيه هو إنذار شي ناس فهمتني شي ناس بعد درجة يعني يتغاو فهمتني هو إنذار قيل إنذار بقى يعني هذا إنذار باش الناس تراجع الأوراق ديالها اكزاكتومون تراجع الأوراق ديالها ويعرفوا من راه كاين واحد راه كاين الحق سبحانه. انا راجي 70 عام جو سي ان كازا بونكي فغي الى اخره عمري ما سمعت شي زيد اكادي بعيد عليا ولكن البارح ولكن باش يضرب الزنزال في انحاء المغرب يعني ماشي اكادير ضرب مراكش ضرب دار البيضاء ضرب يعني في الرباط يعني باش يضرب يعني في ديك الدقيقه وحده يعني هذا زلزال زلزال زعماك عمومي 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 وخطير يعني راه ما كاينش تقول لي هذا ما يخافش ولا ما هادي سي نورمال الناس شو الناس دابا حاليا كلشي خرج كلشي خرج وخلى الدار خلى الاتات خلى يلاه نترحموا على الناس اللي ماتوا اكزاكتومون ماتوا الناس ما ومع الاسف بعد الناس زلزال سمعتو والجامعة ومتوقع كتنسمع ما ولكن دابا تقتي يعني ضربه وتنزعزع تحس داك الشيء سي 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 انا بور موا سي لو بون ديو هذا حقيقه هذه فاجعه كبيره اللي وقعت البارح في الليل مع 11:30 فاجعه كبيره بالنسبه لسكان الدار البيضاء اللي ما كناش منتظرين هذه الفاجعه والحمد لله اللي دازت خفيفه والناس تخلعوا والناس خرجوا معلوم كل شيء تيتخلع عادي جدا لان هذه ارواح ديال الناس كاينين اطفال صغار كاينين الناس ما منتظروش ان غتوقع هادشي وانا تناشد الناس اللي مكلفين بالزلازل انهم ينبؤونا عن قرب باش الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو اللازمه وحاله انذار على الاقل والناس اللي عندهم سكن الناس اللي تيعانيو من السكن الهش وسكن غير لائق للاسكان يديروا حتى هما يقدروا يخرجوا من المنازل ديالهم حفاظا على ارواحهم وهادشي اللي كاين والله قدر الله وما شاء فعل. معلوم انا حسيت بواحد الحركه لانني انا كنت نتحرك ما حسيتش 100% انا حسيت بواحد حركه خفيفه وحسيت بالناس ديالنا هابطين اللي في لاسونسور اللي هابط في الدروج تيجريو حسيت بحال شي هزه بحق حتى حلينا الباب عاد عرفنا بان تيقولوا الناس هذا الزنزال هذا الزنزال هذا الزنزال كملتوا النعاس ديالكم ما كملناش حقيقه النعاس لان بقينا مع الاخبار تنسمعوا الاخبار تنسمعوا شنو هما بعض الاشاعات كيقولوا بان غيعاود يضرب سمعنا ان غادي يعاود يضرب ولكن ما نعسناش لان ملي قلنا قال لكم بعد واحد نص ساعه غادي يعاود يضرب الزنزال تخوفنا حقيقه وبقينا فايقين مع الاخبار باش نشوفوا الاحوال
الاحوال ديال الناس، واش كاين زعما واش كاينين الناس اللي توفى، واش كاين حوادث اليوم كبيره، لان الله يرحمه مساكن اللي مات مسكين تحت الانقاض، اللي باقي تحت الانقاض الله يفك سراحه، واللي مات الله يرحمه. يا رب.